أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات زيادة عدد القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى نحو 17,000 قاض وزيادة عدد اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية. وأوضح المستشار محمود حلمي الشريف النائب رئيس الهيئة أن هذه الخطوات جاءت عقب الزيادة الطارئة في عدد الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين، مشيرا إلى أن الهيئة خصصت قاضيا لكل صندوق انتخابية للإشراف عليها، إضافة إلى زيادة عدد اللجان الفرعية حتى تتناسب مع زيادة الناخبين.